خير تبارك الله. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير وصباح النور. كيف ما عودناكم عند صديق ديالنا اللي كل صباح كننور المشاهدين ديالنا بأنواع الأسماك الموجودة وبالأثمنة. شوفوا معايا السردين تبارك الله كيف داير، كأنه مازال في البحر ياك الحاج. الله يعطيك الصحة، جودة عالية تبارك الله. الصورة أمامكم، فخيرات مولانا تبارك الله. القرب لباج وشامة، المير نافيلي، لوموتشي، الصول، كروفيت، الراية الحرشة، الباجو، الباجو شامة، السردين، فجميع أنواع الأسماك موجودة وجودة عالية تبارك الله. وحتى الثمن فتصبح ثمن مناسب تقريبا بحالو بحال الأيام الماضية. فالسردين، هذا السردين الثمن ديالو 13، ولكن كاين ديال السردين فكيبدا من 7 دراهم وانت طالع الفوق، يعني كاين 7 8 9 على حساب الجوده. الصوره امامكم، خيرات مولانا تبارك الله، جوده عاليه، خير موجود، الصوره توضح ذلك. فالسردين موجود، الباجو شامه امامكم على الشاشه، هذه هي الباجو شامه، الميرنا فيليد، القرب، لوموتشي، الروكان، الصور، كروفيت. خيرات تبارك الله. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الصبيحة المباشرة مباشرة من بن سليمان، وبالضبط من الفلين، أحد المحلات لبيع الأسماك والخيرات تبارك الله. والأثمنة، الأثمنة مناسبة. عطينا شي كليمة الحاج، شي كليمة خفيفة، الله يعطيك الصحة. الخير كاين تبارك الله، دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام. فالخيرات تبارك الله، كل شيء موجود أمامكم على الشاشة، السردين تبارك الله موجود، كليمة خفيفة، الله يعطيك الصحة. فالسردين شحال واصل؟ السلام عليكم، مرحبا بك على قناة شوف تي في، الله يعطيك الصحة، ديما كتنورنا. مرحبا، الله يعطيك الصحة. اليوم جينا شوية معطلين، ماشي مشكل، غير الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. المهم بالنسبة للأثمنة راه معروفة، السردين بعداك كيبدا ما بين 8 حتى 13 درهم. الله يعطيك الصحة، السيبيا جودة عالية. نعم، السيبيا، السيبيا 65 درهم. 65، الله يعطيك الصحة. الشارغو، الشارغو 55 درهم. الشارغو 55، الباجو شامة، الباجو، الباجو شامة هي هذيك حمراء، هي اللي حمراء 55 درهم. اه، لوموتشي 80 درهم، لوموتشي 80، الميرنا فيلي، الميرنا فيلي 60 درهم، 60، الراية الحرشة 40 درهم، الله يعطيك الصحة، 40 درهم. الميرنا، الميرنا هذي 50 درهم، 50 درهم، هذي فريتو، هذي فريتو، الله يعطيك الصحة، 50 درهم. الصول، بالنسبة للصول 65 درهم، 65، كان واحد النوع ما جتيش، هذاك الباجو، الباجو الغليظ هذا. السلام عليكم، هذاك الحوت كنجيبوه مره مره، اليوم اليوم شويه الحوت شويه غالي وقليل، اليوم كاين بحال اللي كاينه المنزله، المنزله ماشي المنزله بحال اللي بدات البارح، اليوم الحوت شويه قليل. والله الله يصوب، الله يصوب، الله يعطيك الصحه على المعلومات، الله يعطيك الصحه. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، اعطانا الاثمنه بسرعه خيرات تبارك الله موجودة. فالسردين كيبدا من 7 8 حتى 13 درهم. إذا الصورة واضحة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. فما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مشاهدينا الكرام.